شفنا أمي عم تصرخ وطلعنا من قلب الخيمة وإنه أبي، لقيناه ضربة الشظي. خمنا راح عنا في حيات لا يعيشنا ومات. نحن حاليا متواجدين بمخيم وادي خالد، بهذا المكان بالتحديد اللي أنا واقف فيه نزلت قذيفة عنقودية. جنب هذا المكان بعشر أمتار في خيمة فيها ست أولاد، ست بنات وولد صغير، وأمهم جالسة في العدة، لأنتوا بهاي القذيفة استشهد والدهم. يوم انقصف مخيم وادي حش خالد أو مخيمكم هون نزلت قذيفة قريبة منكم كثير 10 أمتار. بتحكينا على هداك الوقت، وين كنتوا أنتم موجودين وقت نزلت القذيفة؟ كنا هون بالبيت. وإذا إجت القذيفة شغلت 10 أمتار ونزلت، وأبوي استشهد زاد له حطاقة. شلون كنتوا انتم موجودين بالخيمه هون قاعدين نزلت قذيفه؟ والدك وين كان؟ ابوي كان قاعد عم يعلي نار ليسوي شاي الصبح. واحنا كنا باركين بالخيمه، وانا غبيت اخواتي مشان ما بيضربوا، وطلعنا ولقينا ابوي هلا وقع. طيب اليوم انتم كم اخ عندك؟ ايش بتشتغلوا؟ منين بتأمنوا مصروفكم؟ أنا عندي ست أخوات كليتهم صغار، نشتغل عنا فيات لا بدي عايشون. ليش ما بتقدر أمك تطلع؟ لأنها قاعدة بالعدة، صار لها اليوم شهرين، أبوي زاد مستشفى شهرين. أخذوه على المستشفى لا على أساس بطيب، وقالونا مستشهد. استشهد أبوي بالغزيفة. هاي القذيفة اللي وقعت اللي ضربوها ضربها الأسد العهد المخيم فاستشهد والدك، انت كنت موجودة هون جنبه وقت استشهد؟ كنا نريد نروح على الشغل انا وامي، وكان يموت. كنا جوا الخيمه وكان اخوي يغبي خواتي. وين تخبيتوا؟ جوا الخيمه تخبيتوا؟ جوا الخيمه تغبينا. احنا تغبينا هون جوا الخيمه، فكرنا الخيمه راح تحمينا. شفنا امي عم تصرخ وطلعنا من قلب الخيمه وانه ابي، لقيناه ضربة الشظي. خمنا راح عنا في حيات لا يعيشنا ومات، وما عندنا شيئا نعيش، حتى العالم شحدنا خبز تنعيش حالنا. الله ونعم الوكيل. نحن هلا حاليا على باب الخيمه، راح نشوف ندخل داخل الخيمه ونشوف وضع العائله معاناته الكبيره. هلا اخونا رح تاخذ لي الموبايل الضويل اللي انتم عندهم، ما في كهرباء، ما عندهم اي وسيله للاضاءه. السلام عليكم. عندكم شايف عتمه؟ ليش عتمه؟ ما عندكم ضوء يعني؟ لا والله ما عندنا لا بطاريه ولا لحطاقه ولا ضوء. ما في شيء ابدا؟ لا ما في شيء. ليك دا حجم نحرق اكياس بنحط بالصوبه. ليك نحرقهم. معكم حطب؟ لا والله ما عدنا. بنروح بس تطلع شمس روح لمن حول الخيام كياس وعوادين مشان بحرى الصوبة، ووقت ينزل مطر ما بصير مطر ما بينحرقوا، حتى بننام على الأرض. بالعالم يجيبنا فطورنا وغدانا بتلمنا يا من العرب. ما في حدا يأملكوا الأكل؟ لا، يا بيجيبونا ربطة خبز يا ما بيجيبونا. حسبي الله ونعم الوكيل. يعني سمعتوا معنا قصة العائلة هون، شيء يعجز اللسان عن التعبير. حسبي الله ونعم الوكيل. أتمنى من أهل الخير، أتمنى من الناس اللي سمعوا وشافوا حالة هاي الأسرة، من أهل الخير من المسؤولين، أنه يشوفوا وضع هاي الأسرة، لأنتوا المعاناة كبيرة. اليوم ست أطفال، أكبر شيء محمد صح؟ اليوم أكبر شيء محمد هون بالبيت، يعني هو شاب بيطلع كل يوم الصبح بيحاول أنه يأمن لعائلته لأسرته أكياس مشان يشغلوا فيها الصوبة، ربطة خبز من الجيران من حدا لحتى يأمنوا أكلهم وشربهم. حسبي الله ونعم الوكيل. الله ينتقم منك يا بشار، الله ينتقم منك يا بوتين. نسأل الله أن يفرج عنا وعن أهلنا في المحرر. حسبي الله ونعم الوكيل.